وللوقوف على آخر تفاصيل المشهد ينضم إلينا من دير البلح وسط قطاع غزة محمود اللوح مراسل الغد. محمود، آخر التطورات لديك وخاصة الميدانية حتى هذه اللحظة؟ نعم، يعني تطورات ميدانية هنا وسط القطاع. عمليات القصف المدفعي لم تتوقف على الأطراف الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات. هذه المرة تكثيف القذائف المدفعية من قبل الدبابات الإسرائيلية المتمركزة إلى الشرق من مخيم البريج هي التي تطلق هذه القذائف في اتجاه مناطق شرقية محيط شركة الكهرباء، محيط منطقة الدعم، إضافة إلى أن القذائف تصيب أيضا مناطق في المخيم إلى الغرب من النصيرات. قذيفة مدفعية أصابت عمارة الشريف كما هو معروف، نقلت إصابتين من المكان لمركز العودة الطبي بفعل هذه القذيفة التي ضربت هذه العمارة السكنية المكونة من 7 طوابق. قذيفة مباشرة ضربت نافذة إحدى الشقق السكنية، أدى ذلك لإصابة 2 من المواطنين، نقلوا لمركز العودة الطبي وصفت جراحهما بأنها متوسطة حسب ما أفادت طواقم الإسعاف في مركز العودة الطبي. هذا اليوم شهد أيضا غارات استهدافات متتالية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح. كان هناك على منزل يعود لعائلة ثابت، أدى ذلك لارتقاء 3 من الشهداء بعد هذا القصف الإسرائيلي المتواصل على هذه المنزل، وتدمير أيضا منازل مجاورة في تلك المنطقة لا سيما في منطقة حي السلام كما هو معروف. في المغازي فقد دفعت حصيلة شهداء عائلة منعمة ل6 شهداء بعد الغارة الإسرائيلية التي نفذت على هذا المنزل في ساعات من الليلة الماضية. هذا اليوم أعلن عن استشهاد شهيد سادس لترتفع الحصيلة ل6 شهداء. أما في النصيرات كان هناك غارة على منزل يعود لعائلة محارب أول من أمس، وبالتالي ارتقى 5 أو 4 من الشهداء، وهذا اليوم قد التحق الطفل الشهيد أنس أسامة محارب ليلتحق بشقيقتيه أروى وفاتن ويلتحق بأمه وجدته في الغارة الإسرائيلية التي نفذت على هذا المنزل تحديدا في منطقة مخيم 1 بالنصيرات. أما المحاور الشرقية تحديدا منطقة البريج، هذه المناطق التي تشهد منذ ساعات صبيحة هذا اليوم سلسلة من عمليات القصف المدفعي وأيضا غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شمالية شرقية لمخيم البريج وأيضا مناطق مجاورة لوادي غزة، نقلت إصابات في تلك المنطقة إضافة لعمليات استهداف طالت محيط مدرسة أبو حلو، وهي مدرسة تعج بالنازحين ويتواجد بها الآلاف من النازحين، وهي ضمن إطار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. القذائف سقطت على مقربة جدا من هذه المدرسة، لم تصب المدرسة بالحقيقة لكن سقطت على مقربة منها، لكن تطايرت هذه الشظايا على المدرسة وأصابت 3 من النازحين داخل ساحتها، ونقلت هذه الإصابات لمركز العودة ومن ثم حولت هنا لمستشفى شهداء الأقصى. محور نت سليمة تعرض لعمليات قصف من قبل المقاومة الفلسطينية واستهدافات متتالية بالرشقات الصاروخية وقذائف الهاون، وهذا ما تتحدث عنه الأجنحة العسكرية والفصائل الفلسطينية التي لا تزال أيضا تستهدف القوات الإسرائيلية بشكل متواصل في محاور سواء في مناطق جنوبية شرقية لوسط القطاع أو حتى مناطق شمالية شرقية، تحديدا محور نت سليم الذي لم يهدأ منذ أيام. نعم، ماذا عن الأوضاع الإنسانية في وسط القطاع محمود؟ يعني الأوضاع الإنسانية هي صعبة بالحقيقة، كلما ازدادت واشتدت حدة الغارات الإسرائيلية تزداد على أحوال الناس صعوبة أكثر. نحن أمام كارثة صحية في هذه الأيام وفي هذه الأوقات بعد إعلان بلدية دير البلح عن توقف خدماتها بشكل تام وتوقف 15 بئر من المياه الذي كان مخصص للشرب لصالح العائلات الفلسطينية هنا في دير البلح لوحدها التي يقطن بها ما يقارب 700,000 مواطن، توقفت خدمات المياه عنهم بشكل تام، ونحن أمام كارثة لربما قد تصيب هؤلاء الناس الذين يقيموا في أكثر منطقة يتواجد بها نازحين لا سيما منطقة دير البلح والمناطق الغربية لها. كارثة على صعيد الأحوال المعيشية في ظل نقص الإمدادات والمعونات المخصصة لهذه العائلات الفلسطينية، حيث استمرار إغلاق المعابر أيضا معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح البري، واحتلال جيش الاحتلال للجانب الفلسطيني من رفح قد أثر وقد أدى لتدهور الأوضاع المعيشية في
في ظل نقص إمداد القطاع بالمساعدات والإمدادات الطبية وكذلك المعيشية. هذا اليوم شهد وصول لثلاثة طائرات قامت بإلقاء مساعدات وطرود غذائية على مدينة غزة وشمالها ومناطق أيضا غربية لمحافظة خان يونس. لكن الوسط الذي يعج به الناس وبالنازحين ما يقارب 950 ألف مواطن يتواجد هنا وسط القطاع محروم من الغذاء بشكل متكامل والغذاء الصحي، محروم أيضا من المياه الصالحة للشرب، محروم أيضا من المتابعة والرعاية الطبية والصحية في مستشفى شهداء الأقصى التي باتت تعاني من نقص تام بالإمدادات الطبية وبالأدوية والمستلزمات، تعاني من نقص بالكوادر الطبية، تعاني من نقص بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، حتى باتت الكهرباء تنقطع بشكل مستمر، وهذا أثر أيضا على يعني عمل الطواقم الصحفية التي تعمل هنا في مستشفى شهداء الأقصى التي تعتمد أحيانا على استخدام الطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية. نعم. وهي عبارة عن ألواح من الزجاج يتم تعليقها فوق أسطح البنايات وفوق كذلك الجدران. نعم. وتعتمد أيضا على إمداد الكهرباء حتى تخرج بهذه الصورة كما نعمل نحن ضمن طاقم الغد في مستشفى شهداء الأقصى، حيث يعني انقطاع التيار الكهربائي أثر على عمل الطاقم كغيرنا من يعني المؤسسات الإعلامية التي تتواجد وتعمل هنا داخل أروقة مستشفى شهداء الأقصى. شكرا جزيلا لك محمود اللوح مراسل الغد، كنت معنا من دير البلح.